علشان نعمل لسان العصفور محتاجين لسان عصفور، ويفضل في الوصفات اللي فيها لسان عصفور مفلفل ان يكون نوع لسان العصفور النوع الطويل، في منه المصري وفي منه المستورد، الحبة الطويلة اللي هي زي الرز عندنا حبة طويلة وحبة قصيرة، المصري هنا برضو احب ان انا نستخدم الحبة الطويلة بيطلع نتيجته احسن. مرقة او مية براحتكم، وزبدة وزيت، بصل مفروم، جزر مبشور ناعم، فلفل رومي، انا مستخدمه اخضر بس اذا كنتوا عايزين تستخدموا الوان ممكن طبعا، ثوم مفروم، ملح وفلفل وزعتر. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه لازم نعملها كويس جدا ان احنا نحمص لسان العصفور مظبوط جدا لحد ما غلفه تماما، حتى لو مش عايزين تغيروا لونه، في ناس بتحب تحتفظ بلونه، بس لازم يتغلف كويس جدا بالماده الدهنيه اللي هي الزيت ومعاها الزبده، وده علشان اضمن ان لسان العصفور هيبقى مفلفل مش هيبقى معجن. خلاص، فهحط هنا لسان العصفور مع الزيت والزبدة. تاني حاجة عايزة اطلع اللبانة وسخن الشوربة، لان لازم المادة السائلة اللي هتتحط تكون سخنة علشان برضو لسان العصفور ما يعجنش معايا. ونجيب بقى سباتيلا ونقلب. طيب بيجي لنا دايما دايما تعليق لما بنعمل لسان عصفور او شعريه او كده، انه مش طالع كله لون واحد، في غامق وفي فاتح. طبعا ده نظرا لان احنا هنا ما عنديش الوقت الكافي ان انا اقعد ربع ساعه تلت ساعه بقلب باستمرار، ما بعملش اي حاجه تانية غير التقليب، علشان يطلع كله لون واحد لازم اعمل كده، افضل ربع ساعه اقلب بدون اي حركه، يعني ما سيبوش. طبعا احنا بنقدر نعمل ده في البيت، لكن هنا ما اقدرش اعمل كده، والا هضيع منكم فقره كامله او سيجمنت كامل، ما بعملش حاجه خالص غير اني بقلب، فسامحونا هنا الوقت. علشان كده ساعات بجيبه حتى متحمص، واقول اولى بالوقت ده ان احنا نعمل حاجه تانيه تكون اهم في المعلومه، فمعلش برضو ايه تدونا عذرنا، الدنيا هنا مش زي البيت يعني. برضو هنا بقى انا مش عايزاه يغمق، انا عايزاه لونه يبقى فاتح، فيعني انا كده ايه اهو بدأت اخد اللون اللي انا عايزاه، لون ذهبي فاتح خالص، لاني عايزه اقدمه زي الرز، فمش عايزاه يغمق، بس عايزه التشويحه دي عشان ما يعجنش، لان لسان العصفور مش زي الرز، لسان العصفور من عجينه المكرونه، ففي نشا، نسبه نشا عاليه، وما غسلناه مش هيتغسل طبعا، فلازم نغلفه كويس. اما بدا ياخد اللون الذهبي ابتدي انزل، بسم الله، البصل، الجزر، الفلفل الرومي، اي خضروات بتحبوها حطوها، الزعتر، الثوم، وابتدي اقلب بنفس الطريقه. ممكن ابدل لسان العصفور بشعريه، بمكرونه، بفريك، برز، كل ده هيمشي معانا بنفس الطريقه. عايزين تروحوا شوية أبعد ممكن تستخدموا برغل أو تستخدموا كينوا. قلبنا كويس قوي أهو، وبدأ الخضار يدبل، أحط بقى ملح، فلفل أسود، أي توابل عايزين تضيفوها ممكن تحطوا ريحان، ممكن تحطوا نعناع، ممكن تحطوا روزماري، ممكن تحطوا حبهان، يعني ممكن تضيفوا اي بهار انتوا بتحبوه. ممتاز، ريحة الخضار طلعت، اتشوح مظبوط، دبل، اديله بقى الشوربة. بسم الله الرحمن الرحيم، لكل كوباية من لسان العصفور كوباية الا ربع من الشوربة. ليه؟ انا في العادي بديله كوباية، لكن انا عندي هنا كمية خضار كبيرة، فهتنزل مية، هتعادل بقى الربع كوباية اللي انا نقصتها من المية دي. فلو انا
بفلفل لسان عصفور بدون خضار، هحط له لكل كوباية من لسان العصفور كوباية من المية. لو أنا أو السائل عامة، لو أنا بفلفله ومعاه كمية خضار هتنزل المية بتاعتها، يبقى كوباية إلا ربع. هنطلع فاصل ونرجع نشوي الفراخ مع بعض. وقبل ما نطلع فاصل، طريقة التسوية هنا غير طريقة تسوية الرز. أنا هنا حدي غلوة أهو على نار عالية، اديت له الغلوة، هغطي، هاخد غلوة تانية على نار عالية وهوطي النار تماما، ومش هكمل كل السوى على النار. أول ما أحس إن لسان العصفور بدأ يشرب السائل وبدأ يخش في السوى، هطفي وهسيبه ياخد تسويته على البخار. دي أفضل طريقة إن لسان العصفور ما يعجنش معانا في نهاية الأكلة أو لما نيجي نقدمه.